على وقع الإمعان في تعطيل التحقيقات في قضية تفجير المرفأ وتكبيل يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار منذ 11 شهرا، جاءت دعوة وزير العدل مجلس القضاء الأعلى إلى الاجتماع يوم غد الثلاثاء، محددا جدول أعمال جلسة ببندين، مستخدما صلاحية نص عليها قانون القضاء العدلي في مادته السادسة والتي تجيز له الدعوة للضرورة. فماذا يقول الصحافي والمحلل القضائي يوسف دياب عبر صوت لبنان عن طلب الوزير من المجلس اتخاذ الموقف بالتصويت سلبا أو إيجابا فيما خص اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية تفجير مرفأ بيروت وهي القاضية سمرندة نصار؟ ما بعرف اليوم الوزير أنه كيف يتجاهل كل مشاريع المراسيم اللي أعد مجلس القضاء الأعلى واللي أحال عليه، وكانت مرة توقف عنده لوزير العدل ومرة توقف عند وزير المال. اليوم هذه الكرة تلقى في ملعب مجلس القضاء الأعلى، وكأنه مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول عن تعطيل هذا الموضوع. أنا بتصور اليوم إذا كان وزير العدل هو قاضي وبيعرف كثير مليح بالقانون، إذا كان هو جدي بهذا الموضوع عليه أن يوقع مرسوم التشكيلات القضائية، لا أن يتذرع بإحالة أحد القضاة على التقاعد. هذه مسألة تسد بالثغرة اللي موجودة بالتكليف برئاسة محاكم التمييز، لا أن يرد المرسوم برمته ويلقى تبعات التعطيل على مجلس القضاء الأعلى. وعن مطالبة وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى البت بموضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، طبعا بالشكل وزير العدل يعني عنده الصلاحية أنه يدعي مجلس القضاء الأعلى للاجتماع والبحث بأمور قضائية ملحة، لكن ما بتصور أنه هو بيملك الصلاحية أنه يفرض على مجلس القضاء الأعلى جدول الأعمال اللي بده يبحث فيه. واضح اليوم أن وزير العدل مضطر لموضوع البت بتعيين محقق عدلي رديف وإخلاء سبيل الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت وعلى رأس بدري ظاهر مدير عام الجمارك. هذه مسألة بالنسبة للوزير وللتيار الوطني الحر هي مسألة حيوية، وإحنا بنعرف قديش حجم الضغوط اللي عم تمارس اليوم على القضاء بهذا الموضوع. أنا برأيي بالمبدأ ما في مشكلة أنه ينظروا بموضوع إخلاء سبيل بدري ظاهر، ولكن هذا موضوع ببت فيه المحقق العدلي الأصيل وليس قاضي رديف. خطوة وزير العدل أثارت أسئلة بعدما أتت في نهاية العهد في وقت أن استقلال القضاء مدخل للحقيقة، أما العدالة فمعطلة والمحاسبة مغيبة. مجدلين عيد، صوت لبنان.